مشروع نهج الأسرة كان عنواناً وموضوعاً للحفل التي نظمته وكالة الغوث الأونروا في عيادتها بمخيم الطيبة. المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بطريقة عصرية وحضارية. تقوم الأونروا بمجموعة من الخطوات والإجراءات الإصلاحية في جميع برامجها، في التعليم، في الصحة، في الإغاثة والخدمات الاجتماعية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. يعتبر إطلاق فريق صحة الأسرة اليوم في عيادة الطالبية هو أحد هذه الإجراءات الإصلاحية التي ستتمكن من خلالها اللاجئين، الأسرة جميعا ستتمكن من مراجعة طبيب واحد، مما سيتيح المجال للطبيب لمعرفة الأمراض التي تعاني منها الأسرة، وسيقلل فترات الانتظار بالنسبة للمرضى. تعميق التواصل بين الكادر الصحي والمريض وتطوير قدرات وكفاءة هذا الكادر واكتساب أفراده المزيد من مهارات الاتصال مع المرضى عن طريق الاطلاع على تفاصيل مهمة ذات صلة بصحة المريض. الأونروا تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 أقاليم، وأعتقد هذا معروف، لكن ما يجري في الأردن هو نقلة نوعية في تقديم الخدمة الصحية للاجئين الفلسطينيين، حيث باعتماد هذا النهج ما يسمى بنهج فريق صحة الأسرة. هذا النهج موجود في العالم المتطور منذ سنوات، ونحن نتبع دائما التطور في الصحة ونحاول أن ندخل تعديلات على برامجنا لتقديم خدمة أفضل للاجئين الفلسطينيين. بناء جسور الثقة بين الفريق الطبي والمرضى إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز التابعة للأونروا يعد واحدا من أبرز الأهداف المتوخى في عقد مثل هذه المبادرات. قمنا قبل ذلك 3 شهور بالتحضيرات لهذا المشروع عن طريق نحن والفريق الصحي المرافق لنا بتأهيل الكوادر للعمل بمثل هذا المشروع. قمنا بتوصيل فكرة فريق صحة الأسرة للمجتمع المحلي عن طريق اجتماعات مع اللجان المحلية والمدارس المحيطة بالمركز الصحي لنشر هذه الفكرة، ثم نشرنا بوسترات في العيادة حتى نهيئ الناس أنه في تغيير راح يصير في بداية شهر 3 في هذه العيادة. البرنامج يقوم على تشكيل فريق صحي يضم عددا من المختصين والقيام معا بروح الفريق بغية تقديم رعاية صحية أولية وشاملة لأفراد الأسر المسجلة لديها، على أن تأخذ هذه الخدمات صفة الديمومة واهتمام المركز بصحة المريض عن طريق التعرف على ظروفه الصحية، لأن من شأن ذلك أن يحقق الأهداف المرجوة من عمل هذا الفريق. جورج برهم، لدنيا الصحافة.